هي يعني إنسانة محترمة جدا وده الطبيعي المفروض يحصل يعني سواء مني أو منها. نشرت ياسمين على حسابها على الانستجرام صورة ونشر أبو هشيمة رجل الأعمال طليقها في نفس الوقت صورة من نفس المكان، فهل رجعت ياسمين لأبو هشيمة ولا الموضوع صدفة ولا إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف سوا. رواد السوشيال ميديا بيحللوا صورتين نزلها أبو هشيمة رجل الأعمال المصري على حسابه على الانستجرام، وبنفس الوقت طليقته ياسمين صبري نزلت صورة برضو، الصورتين نفس المكان ونفس الخلفية، في مطعم على البحر وجنب أبو هشيمة شوكتين وجنب ياسمين سكينتين صغيرين وكأنها طاولة بتجمعهم هما الاتنين. وبدأت الناس تسأل هل ممكن فعلا يكونوا رجعوا تاني لبعض بعد طلاقهم الشهير؟ واللي خلى الناس تشك لرجوعهم لبعض كان أنباء ترددت إن النجم عمرو دياب بيحاول يعمل صلح بين الاتنين اللي استضافهم في حفل إطلاق عملية بيع الوحدات الأولى من مشروعه الجديد في الساحل الشمالي. وكانت ياسمين أعلنت انفصالها رسميا عن أبو هشيمة في 4 من شهر مايو بعد سنتين من الزواج، وأكد الملياردير المصري التزامه هو وزوجته السابقة الصمت بعد إعلان الانفصال كان القرار الصح. وكان مستغرب من الشائعات اللي كانت حوالين أنباء الطلاق من خلال السوشيال ميديا، وفي حواره مع قناة العربية اتكلم أبو هشيمة عن ياسمين بكل احترام وحب وقال كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري، حياتي الشخصية مستحيل اتكلم فيها خاصة ان في طرف تاني فيها، احنا في عصر السوشيال ميديا ولا يمكن اسكات الملايين او منعهم من التعليق بضغطة زر. تردي على ايه ولا ايه ولا ايه وتردي ليه؟ خلاص ما هو مش هتقدري في السوشيال ميديا. ياسمين انسانة محترمة جدا وقرارنا كان الانفصال بهدوء وعدم التحدث عن الموضوع الا من خلال بيان بسيط، وده هو الصح والطبيعي اللي لازم يحصل. لكن الغلط اللي بنشوفه من تداول أسرار الحياة الخاصة وتبادل الاتهامات من خلال السوشيال ميديا والفضائيات. وسبق وأعلن أبو هشيمة جوازه من الفنانة ياسمين صبري في 17 إبريل 2020 وسط حالة من التكتم والبعد عن وسائل الإعلام، واقتصر حفل الزفاف وقتها بس على أسرة العروسين، وغاب نجوم الفن والشخصيات العامة عن الحفل بسبب الجائحة. وبعد الطلاق أعلن المقربين من ياسمين وأبو هشيمة إن الطرفين اتفقوا على إنهم يفضلوا أصدقاء وتجمعهم علاقة جيدة، خصوصاً إن الانفصال تم بشكل حضاري وإنه يتواصلوا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، وإنهم قاموا بإنهاء كل التفاصيل المادية المترتبة على الطلاق. فهل موضوع الصور مجرد صدفة ولا فعلاً رجعت المية لمجاريها؟